السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية، ومع انطلاق موسم 2022-2023 لسباق الهجنة العربية الأصيلة، هذا الموسم الذي يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة وكذلك برعاية اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فنتمنى التوفيق للجميع مع هذه الانطلاقة، نأمل أن يكون هذا الموسم موسم استثنائي، وخصوصا أن هذه السنة هي السنة سنة الموعد مع كأس العالم 2022، فنتمنى للجميع التوفيق. أحييكم مرة أخرى مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ويطيب لي أيضا أن أرحب بضيوفي هنا في هذه الحلقة الأولى مع الموسم، موسم رقم 11 ومع تاريخ 11 ومع أول حلقات برنامجكم برنامج الرئيس. التحية في بداية هذه الحلقة مع السيد مبارك ابن بادي النعيمي مدير إدارة السباقات والأنشطة باللجنة المنظمة لسباقات الهجن. يا مرحبا يا ابو محمد، سعداء بتواجدك معنا، رجل نقول لك بيض الله وجهك على كل ما تقدم في أرضية الميدان، على حضورك المستمر معنا، على حضورك أيضا بالمعلومات لملاك ومحبي هذه الرياضة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم ونشكركم على استضافتنا عندكم في قناة الريان واجبنا في هذه الحلقة، كما نرحب بإخواننا الموجودين معنا في الاستوديو المحللين، كما نرحب بإخواننا المشاهدين على قناة الريان. مثل ما تفضلت، اللجنة منظمة سباقة الهجن بإخواني اللي معي في اللجنة هم اللي قايمين بالدور هاي اللي قايمة به اللجنة. مبارك نعيمي الوحدة ما يقدر يعمل شيء لحاله، فأخواننا الحمد لله رب العالمين متعاونين، كل قسم وكل إدارة وكل مسؤول قايم بدوره، ونشكرهم صراحة شكر جزيل. كما نشكر إخواننا الملاك الهجن على تعاونهم معنا في ميدان الشحانية. بلا شك الشكر للجميع في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، نائب الرئيس السيد عبد الله بن محمد الكواري وجميع القائمين على هذه اللجنة، يستحقون الشكر والثناء على كل ما يقدم دائما في أرضية الميدان، الاهتمام بالمحليات وكذلك بالمهرجانات الكبيرة التي تقام هنا في ميدان الشحانية، وكذلك مثل ما ذكر أبو محمد الشكر أيضا موصول لملاك هذه الرياضة على الدعم المتواصل وكذلك المساندة أيضا للجنة المنظمة لسباقات الهجن على أن يظهر ميدان الشحانية كما تعودنا عليه دائما قويا بحضور الأسماء والشعارات وكذلك بالتنظيم. أيضا التحية للمحلل الفني لقنوات الريان الفضائية فهد بن حباب الهاجري. يا مرحبا يا أبو محمد. الله يرحب بك، أمسي عليك بالخير وعلى أخوان الحضور والمشاهدين الكرام، نقول عودا حميدا لبرنامج أهل الريس في موسم حافل إن شاء الله بالإنجازات الرياضية على مستوى العالم وكذلك على مستوى المشاركات مسابقات الهجن في ميدان الشحانية، ومرحبا بالجميع في دوحة الجميع. اللهم أمين. جميل هذا الربط عند فهد بن حباب، مثل ما عودنا دائما ربط كأس العالم أيضا مع الريس وميدان الشحانية، وكذلك صدق الرحب بضيوفنا خصوصا مع انطلاق هذا المحلي من جميع دول مجلس الخليج، نقول يا مرحبا ومسهلا في مكانكم الثاني وكذلك عند أخوانكم. أيضا المحلل الفني لقناة الريان الفضائية فهد المهندي يتواجد معنا، يا مرحبا يا أبو علي، وكذلك سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة. يا مرحبا يا أبو ثامر، رحب فيك وبأخواني الموجودين، كذلك مرحب بأخوي مبارك بن محمد النعيمي وأخواني المحللين، ونتمنى إن شاء الله لجميع الأخوان المشاركين موسم طيب إن شاء الله موفق للجميع بإذن الله. ابن جرحب المبتكر حمد ابن علي أيضا يتواجد معنا في أولى حلقات برنامج الريس ومع انطلاقة هذا الموسم، يا مرحبا يا أبو علي. يحييك أبو ثامر ويحيي أبو محمد والأخوان المحللين والمشاهدين الكرام. حضور أبو محمد الليلة معنا مهم جدا، أكيد كلهم يترقبون أكيد ظهور أبو محمد، خصوصا في الأيام دي بعد العلوم الزينة اللي طلعوا بها اللجنة في الأخبار الطيبة الليلة. هل الهجن متشفقين جدا على حديث أبو محمد وعلومها الطيبة اللي دائما يحريبها، يستاهل أبو كذلك محمد. أخواننا اللي شايفينها حق المقيض، حد مبين فيها الكبر وحد مبين فيها شوية. ليه ما قيضتم مع بعض؟ لا ما قيض، ما حد من ذهب توه متقابلين. حمد توه جاي من الطائف. طيب أيضا التحية لمبارك بن ترحيب، مرحبا يا أبو حمد، وكذلك سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة. يستاهل ودائما نورنا. أخواني المحللين ومبارك محمد النعيمي مدير إدارة السباقات والأنشطة،
ومشاهدين قناة الريان، ونتمنى إن شاء الله موسم حافل إن شاء الله، ومثل ما عودنا أبو محمد في كل أول حلقة من كل موسم لازم يكون معها مفاجآت اللي ترقبونها الهجن. بيض الله وجيهم كلهم، وأيضا الترحيب بسالم السندوان المحلل الفني لقناة الريان، حياك الله أبو محمد، وأيضا سعداء بتواجدك. الله يحييك يا أبو ثامر، رحب بك ورحب أخونا مبارك محمد البادي مدير إدارة السباقات والأنشطة، ورحب بعد المحللين والمشاهدين الكرام. وحن دائما متعودين إذا بدأ البرنامج الرئيس بوجود أبو ثامر يكون موسم استثنائي بإذن الله، أنه يكون موسم المحللين استثنائي. المحللين طال عمرك يبدو الموسم بترتيب مغاير استثنائي. بيض الله وجهك أبو محمد، وأنا أتوقع أن هذا أنك سعد أبو محمد ما في قصور، هو أستاذنا وهو اللي بيض الله وجهه علمنا التحليل، وهو دائما قدوتنا في هذا المجال. محمد طال عمرك، ولا إيش رأيك أبو محمد؟ ما في كلام، إحنا نتكلم هذا الشيء يقصد أبو محمد، إحنا نتكلم طال عمرك. أنا بالنسبة لي فالخير، أول سنة حطوا السيارة كان أول حلقة معك في البرنامج، فمتفائل في شوفك أبو محمد أنت يا أبو ثامر أن السنة ذي طالعوا تكون استثنائية. أبو ثامر ولا أبو محمد؟ تكون استثنائية إن شاء الله. فالك التوفيق والله يا أبو محمد، فالك التوفيق. تدرج طبعًا، تدرج، لا مو بسيارة، خليك على الرمز. أي أنا أتكلم على سيارة المحللين. ترى سيارة المحللين عندنا أقوى من الرمز. طبعًا انطلق الموسم بالأمس لسن الحقائق، كان الحضور أيضا استثنائي من ناحية جميع المشاركين سواء كان على مستوى الدوحة أو على مستوى أيضا دول الخليج، فنتمنى التوفيق للجميع. راح نتطرق لجميع الأشواط التي أقيمت بالأمس وكذلك اليوم، وأيضا هناك إحصائيات نوضح فيها أعداد المشاركين سواء كان في عام 2022 أو عام 2023 فيما يخص أول انطلاقة لكل موسم. أبو محمد بيض الله وجهه حضر لنا لستة بالأرقام سواء كان على مستوى سن الحقائق أو أيضا على مستوى سن الحين، لكن في البداية نتحدث مثل ما قال أبو علي، في مفاجآت عندكم السنة هذه، في تغيير في الأرقام أو في الجوائز أبو محمد؟ شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما أنا قد صرحنا قبلها اليوم هذا أن الموسم هذا يمكن يكون موسم استثنائي بالنسبة حق أهل الهجن. حق أهل الهجن؟ نعم، أهل الهجن والملاك. من ناحية الجوائز، إحنا السنة هذه بتكون جوائزنا جوائز نقدية مكان الجوائز العينية. حلو. يعني الجوائز العينية اللي هي السيارات، ما راح تكون فيه سيارات السنة هذه ابتداء من التمهيدي الثالث لين نهاية الموسم. ممتاز. نعم، لكن احنا نقول حق الملاك او المضمرين ان جوائزنا السنه هذه من ناحيه المبالغ بتكون مبالغها يعني ما يقارب السياره او افضل من السياره، ما راح تكون اقل من السياره. يعني مثلا السياره قيمتها 100,000، الجائزه تكون 100,000. 100,000 ولا افضل من 100,000؟ او افضل من 100,000. ممتاز. نعم، افضل من 100,000، لان احنا وفي نفس الوقت ودنا نوضح اللي كان ياخذ سياره المركز الثاني اللي يجي وراه يحصل تقريبا حوالي اما 15,000 ولا 20,000. طيب، احنا بنعدل الجوائز من المركز الثاني لين المركز العاشر عشان يكون في انصاف من ناحيه الجوائز ومن ناحيه المبالغ اللي حصل عليها اللي حاصل على المركز الثاني والثالث والرابع، لان يعني بتكون اعلى وبتكون افضل من العام ان شاء ممتاز. الله. ممتاز. بيض الله وجهكم. لان هذه النقطه تهم الملاك وتهم المضمنين. يعني انت تاخذ ابو ثامر تاخذ سيارتك قيمتها مثلا 300 وانا اجي ثاني عليك اخذ 15,000، في يعني في فرق كبير. في فرق صراحة كبير. نعم، فاحنا راح نعدل في الجوائز وبتكون ان شاء الله مقاربه يعني للمركز الاول. المركز لا مو مقاربه يعني المركز الاول، لكن بتكون افضل من المركز اللي كانت في السابق. يعني في تعديل، في تعديل في الجوائز. نعم، تعديل للافضل مش أكيد. نعم ان شاء الله. انا اتوقع ان هذه بشره طبعا لملاك هذه الرياضه اهل الهجن. المركز الثاني راح يكون في تغيير في قيمة الجوائز العينية المقدمة، وكذلك الثالث والرابع إلى المركز العاشر. إلى المركز العاشر بيض الله وجيهم اللجنة. على كل سنة دائما نتفاجأ بأمر جديد وفي صالح أيضا هل الهجن، هذا دليل على الدعم المتواصل لهذه الفئة. طيب محمد، خلنا نتطرق للأعداد. نعم. اللي شاركت في هذا الموسم بخلاف انطلاق الموسم 2022 شوف، في سن الحقائق نعم موسم
2021-2022 كان عدد الحقائق 1335 مطية. نعم هذا هو قدامهم على الشاشة قدام مشاهدينا. نعم. 1335 مطية. نعم في سن الحقائق السنة. مع الانطلاق أبو محمد. يعني هذه الحسبة التسجيل. ممتاز. إيه نعم. ممتاز. هذا اللي سجلوا وهذا عدد الهجن الحقائق اللي سجلت في التمهيد الأول. جميل. طيب في السنة هذه 2022-2023 1560 زيادة. 225 هذه في دورة الشحانية الجنوبية الرئيسية. أكبر. نختلف عن دورة البصير يعني العدد يكون أكثر يعني. في سن اللقاية العام كان 810 السنة 986 فرق 176 مطية. رقم نعم زيادة. صحيح. تعرف المنتجين وتعرف الملاك كل سنة عندنا ملاك جداد يدشون علينا في التسجيل وأسامي جديدة وهذا الشيء يسعدنا إحنا في اللجنة المنظمة المتواصلة. هذا الدعم متواصل. نعم الدعم متواصل. الحضور متواصل. إيه نعم الوجيه الجديدة هذه نفرح بها إحنا لجاتنا وسجلت عندنا وشفنا أسامي جديدة تدخل في عالم الهجن. أكيد. هذا شيء طيب وشيء يعني نفرح به. نعم. في سن الإجذاع العام 518 سنة 569 زيادة 51 مطية زيادة. ما شاء الله. في سن الثنايا العام 331 الحين 317 أقل في سن الثنايا السنة هذه تمهيد الأول أقل من العام 14 مطية. السن الكبير دائما يكون أقل. نعم. نعم لأن لا تنسى السن الكبير دائما إخواني المحللين يعرفون الشيء هذا يمكن بعض الأسنان هذه لا زالت يعني أهلها ينتظرون منها يعني. صح. أي نعم لكن السن الصغير يتجهزون بدري لأن عشان التسعيرات وعشان البيع والأمور. صحيح. هذه في سن الحيل 305 إلى 304 فرق مطية واحدة يعني حيل وزمول مع حيل وزمول. نعم. نعم لو جينا ميدان البصير مثل ما تشوف الحقائق كان 371 السنة 533 زيادة 162 مطية ما شاء الله. اي ميدان البصير لو جينا سن رقم والله اي رقم يعني لو جمعنا 162 على 225 يعني نتكلم عن تقريبا حوالي 368 او لا 88 تقريبا 388 مطية زيادة. صحيح. سن اللقاية في البصير العام 300 والسنة 358 زيادة 58 مطية. صحيح. سن الإجذاع زيادة عندك كان 173 219 زيادة 46 مطية. في سن الثنايا مثل ما تشوفون على الشاشة زيادة عندك 10 مطايا وفي سن الحيل والزمول أقل ب 15 مطية. فهذا ما يعني أن السنة هذه في الحلال بزيادة وكميات كبيرة ومثل ما شافوا أخواننا اليوم في الانطلاقات في سن الحقائق كان العدد كبير صراحة. كم كان العدد؟ يوصل في الخمسينات يمكن فوق الخمسين بعد. اليوم في قعود حصل المركز الأول رقم 60. طيب يعني مثل ما يقول أخوي فهد أن الأعداد في زيادة. صحيح. وإحنا دورنا في اللجنة المنظمة الصفاقية كل ما شفنا الأعداد في زيادة كل ما فتحنا عدد الأشواط أكثر. نعم. صحيح. لتسهيل لإخواننا الملاك والمضمرين عشان ما هم تعبان ومجهز مطيته ولا مجهز حاشيه للتسعيرات أو للجوائز. صحيح. اللي فيها خير فما عشان ما يصير عنده أي إعاقة من ما يتعلق في هجنة لكن إن شاء الله إحنا نظرنا للموضوع هذا بالنسبة لسن الحقائق وإحنا قاعدين نعمل إحصائية يوميا لكل سن لسنة عشان نعرف كم نقدر نزيد في الأشواط. بيض الله وجهك. إيه نعم. الأشواط المفتوحة. الأشواط المفتوحة تعرف أشواط الشيوخ سن الحقائق السنة زيادة 56 مطية. ما شاء الله. إيه نعم. سن اللقاية شوف الفرق في سن اللقاية سوري في سن الحقائق أقل 56 مطية لكن شوف اللقاية السنة بأكثر أشواط الشيوخ أعلى 131 مطية في سن الإجذاع أقل 14 وزيادة في الثنايا وفي الحيل 16 وتسع. تسع. أي نعم فالأغلبية كلها بتكون في زيادة السنة هذه الأشواط وإحنا مقبلين على التمهيد الثاني والثالث والرابع في نهاية الموسم. إحنا مقبلين على عدد كبير ويمكن في مجموعة كبيرة من الملاك ما شاركوا هجنهم. صحيح. نعم إحنا نعرفهم يعني ما شاركوا يبون ما تقول لين توسع وتبعد المسافات من 3 كيلو بالنسبة للحقائق أو اللقاية مسافة 5 كيلو لأن العملية فيها تعرف فيها تسعيرات وفيها بيع وفيها جوائز مليونية. صحيح. فالأكثر يحافظ على هجنة يبغيها ينتظر لين توسع لها المسافات عشان يجهز حلاله والموسم هذا بادي وزين الجو بعد. نعم. والجو لازال حار. نعم. الجو لازال حار. فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وإحنا دورنا في اللجنة لتسهيل جميع ما يتعلق في هذا الموضوع. بيض الله وجهك يا أبو محمد. طبعا الإحصائية في المجمل العام
العام 5439، السنة 600 و223. إذا الفارق 6000، سوري، اي 6223. نعم قلت 600، اي 6223. إذا نعم. رقم الرقم الإجمالي السنة هذه عالي، والزيادة عندك 784. الزيادة وين أبو محمد؟ الزيادة عندك تحت هنا، اي 784 مطية. مطية هذا عدد كبير يعني، بين العام والسنة. فلما نتكلم عن 784 مطية أو 800 مطية يعتبر رقم كبير، إقبال هذا اللي شديد على المشاركة والمنافسة. هذا اللي احنا تفاجأنا فيه في السن الحقائق وتسجيل بكرة ركض اللقاية، هذا اللي خلينا احنا للعام كنا واضعين أشواطنا على ترتيبنا العام، فتفاجأنا السنة الأعداد كبيرة، فهذا اللي خلينا نعمل الإحصائية عشان نعمل زيادة في الأشواط. ممتاز ممتاز. طبعا منتجاتنا العزيزة أختنا نيكول تقول تقريبا 9% هي نسبة الفارق من العام إلى السنة. احنا بالعادة نتكلم عن 1-2% 3%، نعم لما يكون 9% فيعتبر رقم كبير جدا. 10% زيادة دليل على هذا دليل أبو ثامر أن أهل الهجن مهتمين في هذا الموسم ومستعدين، وأن يعني ينظرون للموسم هذا انه موسم استثنائي، فالاغلبيه في سن الحقائق واللقايه بالذات، يعني لان الزياده شوها في سن الحقائق واللقايه لان سن التسعيرات وسن البيع صحيح وسن التاسيس وسن التاسيس، يعني الاغلبيه من الملاك والمضمرين يتمنون التوفيق لهم، نتمنى التوفيق لهم ان شاء الله في هذا الموسم. طيب الان احنا تكلمنا عن الاحصائيات بيض الله وجهكم ابو محمد، تكلمنا عن ايضا الجوائز المقدمه، ويمكن البشرة أن أصبحت بقيمة السيارات أو أعلى أيضا من قيمة السيارات، كذلك المركز الثاني من الثاني إلى العاشر أيضا اختلفت المبالغ المقدمة كجوائز نقدية، أصبحت أيضا أفضل من العام الماضي. هناك أيضا أمر آخر ممكن أو تم فيه تغيير بما يخص التسعيرات أبو محمد، أو نفس التسعيرات العام؟ هي التسعيرات تعرف هي تابعة حق هجن الشحانية أرقامها، لكن بالنسبة للتسعيرات بتبدأ من عندنا من التمهيد الثالث والرابع والخامس. ممتاز. للسن الحقائق وسن اللقاية التسعيرات بتكون الفترة المسائية فقط ما في أشواط صباحية خلاص؟ لا، أشواط صباحية الحر المالك يركض هجنة. جميل. على راحته، لأن بعض الهجن أصحابها ينتظرون تجهيزها. صحيح. لين توصل المرحلة أنها تدخلها في التسعيرة، فما يبي يضغط مطيته من بداية الركض وكذا، فالموضوع متروك. ونشكر صراحة هجن الشحانية بعد على بادراتهم الطيبة هذه، فالعملية مفتوحة بالنسبة للفترة الصباحية. الفترة المسائية عندنا 15 شوط لكل سن، 5 للإنتاج و10 مفتوحة، ونفسه متعودين عليها أهل الشحانية ويعرفون أرقامها ويعرفون ترتيبها. ممتاز. طبعا أيضا هي رسالة شكر مثل ما قال أبو محمد لمؤسسة هجن الشحانية أيضا على هذا الدعم المتواصل. أتوقع أن موسم استثنائي مع الأخبار الجميلة اللي قالها لنا أبو محمد، فنتمنى أيضا التوفيق. ولا ننسى أيضا أن هذه الانطلاقة تتزامن خصوصا مع المهرجان الأول، مهرجان المؤسس، تتزامن مع انطلاق كأس العالم 2022 اللي نتمنى أن يكون كأس عالم استثنائي بكل ما تعني الكلمة من معنى. الجميع يستعد ويساهم ويشارك في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير جدا على مستوى العالم. وراهنت قطر وأصبحت على قد الرهان، وبإذن الله سوف ننجح في تنظيم هذا الحدث الكبير. ذكرت أبو علي أن في أسئلة بالنسبة للأخوة القادمين تبغى توجهها لأبو محمد. أيوة محمد، بس قبل ما يسأل أبو علي حب أوجه سؤال الأخ مبارك بخصوص موضوع التسعيرة، اللي نشكر إدارة هجن الشحانية على هذه البادرة الطيبة، اللي صراحة تهم شريحة كبيرة من ملاك الهجن اللي بعضهم على أهبة الاستعداد لهجنة أساسي أهلها استعدادا لخوض المنافسات في أشواط الرموز في المهرجانات الأساسية والتسعيرات القيمة كذلك. بالنسبة للسن اللقاية وسن الجذاع في هذا العام، الآن في المحلي الثالث والرابع والخامس طبعا التسعيرة خاصة بسن الحقائق واللقاية فقط. صحيح. في الفترة المسائية للفئتين حقائق واللقاية. فيما يخص المهرجانات، العام الماضي شهدنا أشواط تسعيرة لسن الجذاع، هل في هذا العام متوفرة التسعيرة لسن الجذاع أم إلى الآن لم تتضح الرؤية؟ لا، موجودة في سن الجذاع،
في مهرجان المؤسس وال نعم في المهرجانات الرئيسيه نعم, نعم صحيح في المهرجانات الرئيسيه نعم محمد. نعم موجود فيها التسعيرات سن الحقائق واللقاية والاجداء وجميع الاشواط في ميدان الشحانيه بيض الله وجهك نعم. نشكر اخونا ابو محمد على المبادره اللي اساس تم ملاك الهجن صح. من خلال متابعتهم لبرنامج الرئيس بيض الله وجهك ابو محمد وجهك ابيض يا ابو علي محمد هذه مؤشرات طيبه وندل على شيء يدل على حرص العرب على المشاركه صحيح دائما جرت العاده في المحل الاول الاقبال على المشاركه بسيطه سواء من كان من هذا الشحانيه والناس اللي جنبه لكن الاحصائيات اللي تفضلت فيها احصائيات كبيره يعني الحقائق اكثر من 2000 حقه شاركت المحل الاول هذا شيء صحيح مؤشر طيب ومحمد اكثر ملاك الهجن اللي يتساءلون عن حرصهم وحبهم المشاركه ميدان الشحانيه ودهم يعرفون الاجراءات في المهرجان مهرجان المؤسس هل بيكون هناك اي اجراءات لدخول هجنهم خصوصا في ظل الاخبار اللي نسمعها والاجراءات اللي بتتخذ في الايام الجايه هل هناك تاريخ محدد اذا راعي الهجن ما دخل يعني قبل التاريخ هذا خلاص يمنع من الدخول او تمنع هجنه من الدخول هل بتكون السيارات الصغيره بعد سياراتهم هم كملاك بيدخلون ولا لازم يكون كل مالك هجن يكون عنده بطاقه حيه ولا ان في اي اجراءات اذا يعني بينت لكم الامور هذه انتم كلجنه احنا دارينكم حريصين دائما على هالهجن وعلى مشاركتنا بلا شك نعم. اذا كان في اي شيء بين عندكم واضح بالنسبه لكم يا ريت لو تفيدنا نعم وكم. صحيح اشكرك على سؤالك صراحه لكن ودي اوضح بعد الكلام اللي قلته كله احنا اجتمعنا مع الاخوان المسؤولين عن الدخول الوفود اللي المشاركه اللي هي وفود احنا عندنا يعني من التمهيد الخامس في 9/11 فالتسكير بيكون من 1/11 لكن التسكير ما يعني هل الهجن للعلم يعني انا ودي اوضح ان هل الهجن راح يدشون ولا راح يكون عندهم اي نوع من التسكير بيض الله وجهكم يعني احنا التمهيد الخامس في تسعيره فكنا تناقشنا مع اخواننا المسؤولين عن الدخول الملاك ودخول الهجن فالعمليه لان من 1/11 هي اغلاق ما يدخل الا اللي عنده بطاقه هي هو اللي مسموح له الدخول لكن الجماعه نشكرهم صراحه المسؤولين على في وزارة الداخلية صراحة والمسؤولين عن تصريح الدخول اسمحوا لأهل الهجن أنهم يدخلون من بعد من 1/9 من بعد 1/11 أنهم يدخلون بيض الله وجهك نعم لين نهاية المؤسس هم يدخلون بس ودي أوضح نقطة بيكون في تواصل بيننا وبين الاتحادات الخليجية احنا راح نخاطب الاتحادات الخليجية بكتب رسمية أنهم يشعروننا من الحين من بقائمة اللي بيدخلون عندنا ويشاركون عندنا اللي يقوم بالمشاركة اللي يبون يشاركون حتى في التمهيد الخامس طيب. يرسلون صور جوازاتهم وصور جوازات العمالة اللي عندهم وصور ملكية السيارة ما راح يكون في آلية نعم في آلية من الاتحادات نفسهم احنا راح نخاطب الاتحادات تنسيق بينهم وبين نعم. والاتحادات تخاطبنا بصور الكتب جميل كتب رسمية وصور جوازات للمشاركين عندنا في التمهيد الخامس التمهيد الخامس اي لان في ناس بيشاركون عندنا في التمهيد الخامس وفي ناس يبغون في المؤسس صحيح لكن اللي بيدش في التمهيد الخامس التصريح هذا اللي بيدخله لو طلع من البلد يطلب مره ثانيه تصريح ويدخل على المؤسس جديد التصريح جديد لكن اذا قاعد ما في اشكال لو جلس ما في اشكال حلو يكون موجود وعمالته موجودين عنده وكل شيء واحنا تواصلنا حتى مع الاخوان في المركز ابو سمره بيكون في مسارات خاصة إن شاء الله لهم خاصة للمشاركين عندنا في المؤسس مهرجان المؤسس وهذه توصية صراحة من المسؤولين على الرياضة هذه وفي نفس الوقت بيكونون دخولهم في الفترة المسائية ما راح يدخلون في الفترة الصباحية مع دخول وفي ثلاثة أيام التواريخ اللي هو تاريخ 22/11 و26/11 و30/11 هذا يمكن يكون ما في دخول لأن هذه بيكون فيه دخول الوفود السعودية المشجعة المنتخب السعودي عنده مباريات في تاريخ 22 الجمهور يعني مع الجمهور السعودي تاريخ 22/11 وتاريخ 26/11 وتاريخ 30 فاللي حاب انه يدخل عندنا قبل يحاول يا بعده بيوم يا قبله بيوم صحيح. عشان ما يتصادف مع ازدحام الاخوان بيض الله يجيكم الجمهور واقول لكم الحين ترى ما حد متقابل ثلاث ايام ما حد على اساس الناس اللي قادمين يشوفون الاخوان في وزاره الداخليه نشكرهم شكر جزيل صراحه لتسهيل العمليه هذه عاملين في المركز مسار خاص لهل الهجن دخولهم من المركز حلو بس للعلم اللي ما يحمل تصريح الدخول ما يدخل راح يرجع ولا راح نقدر نساعده في شيء طيب
الحين هذه نقطة يعني مهمة جدا، إيه نعم بس ناخذها معكم نقطة نقطة. راح يكون في مسار لازم يكون معك تصريح من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن نعم. عندك في بلادك بناء على التنسيق مع اللجنة في قطر، إذا البطاقة هذه مش موجودة معك ما راح تقدر تدخل فلا حد يتعنى. طيب واللي جاي عن طريق الطيارة نفس الشيء، لازم يكون معه التصريح، تصريح له والعمالة اللي معه ممتاز عشان العملية تكون سهلة له ويدخل ما عنده أي شيء يعيقه من الدخول. طيب إذا احنا بعد نتكلم عن 22 26 30 ما في دخول أبدا، لكن قبلها بيوم بعدها بيوم تقدر تدخل. بس نقطة أخرى اللي شارك في المحل الخامس، ولا قاطع كلامك أبو مبارك، اللي شارك في المحل الخامس ويطلع يحتاج إلى تصريح مرة أخرى صحيح. للعودة والمشاركة في مهرجان المؤسس، واللي بيطرشون صور جوازاتهم أو صور جوازات عمالهم قبلها 48 ساعة نستقبل الطلب قبلها 48 ساعة عشان لأن راح نرسلها للجهات المسؤولة عن التصريح، والجهات المسؤولة هي اللي راح تصدر التصريح، لكن لا يرسل لي إياها اليوم ويقول أنا جاي في الطريق ما راح أقدر أعمل له شيء أنا. بس يعني شلون طريقة التواصل معكم؟ هل في إيميل معين؟ احنا بننزل بنوضح للجماعة بعد ما نخاطب الاتحادات الخليجية، راح نوضح كل النقاط اللي يعني لأن احنا قلنا نبدأ فيها بدري شوي عشان تكون العملية واضحة للإخوان الخليجيين واللي يحبون يشاركون عندنا من التمهيدي الخامس، لأن التمهيدي الرابع والثالث ما عندهم مشكلة يقدرون يدخلون لأنه بيكون في شهر أكتوبر شهر 10 فما عندهم أي مشكلة، لكن راح المشكلة تواجههم من بعد أكتوبر بعد شهر 10. لكن احنا عندنا التمهيد الخامس يبدا 9/11، احنا رتبنا مع اخوان المسؤولين ان هذا الموضوع بيكون يعني ما في شيء يعيقهم من الدخول. ابو محمد بدايه احنا نشكركم ونشكر الاداره العامه للهجره والجوازات واداره المنافذ بالاخص في وزاره الداخليه على حسن تعاملهم مع ملاك الهجن، ولكن مثل ما طرقنا للتواريخ هذه تاريخ 22 و26 و30 فقط للمنفذ البري صحيح، اما بالنسبه للمنفذ الجوي ما لا لا احنا انا بقول لك احنا مباراه 22 السعوديه مع الارجنتين صحيح، مباراه 26 السعوديه مع بولندا نعم، مباراه 30. السعوديه مع المكسيك تاريخ 30 صحيح، لذلك فقد يكون هناك ازدحام سواء كان على مستوى نعم الجو صحيح، او على مستوى لان في تقريبا حوالي 40 طائره او ما ادري كم ما ادري بالعدد بالضبط اللي بتكون تنقل الجمهور السعودي بعد عن طريق جدة وعن طريق الرياض صحيح. لمطار مطار حمد الدولي يعني يا ملاك الهجن لا تعدوا عن المشاركة الدخول فيها ترى العملية سهلة بسيطة بالنسبة للملاك يعني بعدين أوضح من النقاط اللي تكلم فيها أبو محمد ما فيه بس أبو محمد الحين سؤالي عن مالك القطري اللي جائزة زايد الكبرى يقدر يروح ويجي عادي القطري عادي يحتاج صريح يحتاج شوي احنا بالنسبة للي حامل بالنسبة للقطري او بالنسبة اللي عنده بطاقة مقيم يقدر يروح ويجي ويدخل كنا مواطن قطري صراحة. لا بس توضيح إضافة نقلة أبو علي بخصوص الهجن راح تكون مع عمالة صح الله نعم عمالة بتكون سيارة هل حركة دخولها وخروجها في تصريح لها؟ هي أكيد لها تصريح كل شيء الهجن العامة قطرية أصلاً الهجن إحنا ما تدخل عندنا هنا في الدوحة إلا بتصريح نعم طيب بس ودي أوضح بس نقطة مهمة بعد بالنسبة الكلام اللي تكلمنا في المؤسس ما يعني هجن الرئاسة ولا يعني هجن العاصفة ولا عزب الشيوخ يعني عزب المواطنين المواطنين بس أي نعم لأن هاي المؤسسات الكبيرة لها استثناء خاص أكيد ولها دخول خاص بلا شك نعم بلا شك تفضل نعم. الله يجزاكم خير أبو محمد على نقطة التنسيق بينكم وبين الجهات المعنية وتسهيلكم لملاك الهجن عملية الدخول وتوضيحك اليوم أكيد أنه يهم شريحة كبيرة من ملاك الهجن لاستهدافهم للمهرجانات في دولة قطر نشكركم شكرا. طيب محمد أنا عندي تصريح أني مثلا والله أنتقل من السعودية ولا من الكويت ولا من الإمارات ولا من عمان ولا من البحرين على للمشاركة في المحل الخامس صار عندي ظرف لكن التصريح معي يقدر أخوي يروح بدالي ولدي أخوك موجود في الدوحة؟ لا برا برا ترسل لنا بيانات أخوك
من جديد احنا من جديد يعني ياخذ الاجراء من جديد ياخذ اجراء والاجراء كله 48 ساعه ويطلع الموضوع اذا الامور ميسره بشكل كبير. اللجنه بيض الله وجههم حرصوا على المشاركه في مهرجان المؤسس وفي المحل الخامس بالنسبه لاخواننا من دول المجلس. الامور اتوقع انها واضحه بشكل سهل جدا للجميع. راح يكون هناك تنسيق بين اللجنه المنظمه لسباقات الهجن في قطر مع اللجان الاخرى في دول المجلس. راح ترسل البيانات قبلها ب 48 ساعه، لكن البيانات ما ترسل من الافراد، ترسل من اللجان. من اللجان ممكن اكون واضح وياك، في ناس ممكن يعني ما كان عنده نيه انه يجي يشارك عندك مثلا في المؤسس، لكن عقب ما ارسل الكشوفات من الاتحاد ارسل جاي يجي يعني ظرف ما يعني عنده استثناء، يعني نقول ممكن يكون استثناء على اعداد بسيطه. صحيح، عرفت شلون؟ لكنها الافضل عن طريق الاتحادات. ايوه، لان احنا الاتحادات بتكون اشياء رسميه بيننا وبين الاتحادات، لأن الاتحادات هي المسؤولة عن المواطنين اللي يواصلون. نعم، إذا يكون عن طريق الاتحاد. راح يكون استثناء لبعض الحالات اللي قد يكون عندها أي إعاقة من تقديم التصريح، سواء كان للجان الخارجية أو حتى للجنة في بداية الدخول. يوم 22 26 33 11 هي أيام مستثناة جدا، ما في أي قدوم لملاك الهجن، ولكن تحاول تجي قبل هالأيام أو بعد هالأيام. أتوقع أن هذا التسهيل مشكورة اللجنة وجميع أيضا المسؤولين في وزارة الداخلية والتوجيهات السامية لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة فيه، سواء كان التمهيدي الخامس بناء على وجود التسعيرات أو حتى أيضا في مهرجان المؤسس. تفضل أبو محمد. تاريخ 22/11 إحنا ما عندنا تسجيل حق المؤسس ولا عندنا أي شيء بالنسبة إحنا يبدأ التسجيل عندنا تاريخ 26/11 بالنسبة للمؤسس. للمؤسس 26/11 لين 30. 26/11 لين 30 هاي أيام التسجيل. أربع أيام. إيه نعم. هو خمس أيام. بيكون عن طريق موقع. عن طريق موقع. يعرفون الملاك ويعرفون المضمرين. ممتاز. لكن الأيام هذه هي أيام التسجيل عندنا. يمكن إخواننا الخليجيين بعضهم يحب إنه يجي هنا ويسجل عن طريق المكتب. المكتب. فيحاول يجينا يعني تاريخ 23 أو 24 يسجل عشان يجي يسجل قبل تاريخ 26. بعد في خاصية أبو محمد، خاصية الترصيص يمكن. إيش أقول لك أنا؟ لحظة بس نوضحها. أبو محمد ولد هون، تقول 26 30 يبدأ التسجيل. التسجيل عندنا هنا في بدان الشحانية للمهرجان المؤسس. المهرجان المؤسس سواء كان على مستوى قطر أو خارج. أي أو خارج، يقدر يسجل هو برا، يقدر يسجل هجنة عن طريق الموقع. عن طريق الموقع. طيب وش هو تقول لي يجينا قبل 26 إذا كان موجود؟ يعني بعضهم يقول لك أنا مو بعضهم ما يسجل عن طريق الموقع، بعضهم يجينا المكتب. للمكتب المكتب يسجل. حلو. فإذا بيجي المكتب يحاول يتجنب تاريخ 26 الحين مثل ما تكلمت يعني مساب وضحت أنت أخوي بثامر. حلو. إنه إذا بتجي تعال تاريخ 24 25 23 يعني تجنب تاريخ 22 وتجرب تاريخ 26 نعم يعني. لأنه يبدأ فيها أيضا التسجيل. تجنب تاريخ 30 لين 26 26 و30 يتجنبها، لأن هي الأيام اللي فيها دخول الجمهور، فيها دخول الجمهور، وكذلك أيضا فيها التسجيل. بالنسبة لمهرجان المؤسس أتوقع الأمور أنها واضحة للجميع. هل عندك سؤال؟ في سؤال بس قبل ما نطوي صفحة الموضوع هذا. الآن يا أبو محمد، أنا مشارك خليجي من الإمارات أو من الكويت أو من السعودية، حاب المشاركة في ميدان الشحانية. الهجن باسم فهد على سبيل المثال، كم شخص مسموح المالك الهجن هذه بالدخول؟ هل أشخاص معينين؟ لا ما في عدد معين. هل مفتوح للكل؟ مفتوح للكل، بس أهم شيء يرسل صور جوازات، يعني يرسل البيانات والمجال مفتوح للجميع. ودي أوضح نقطة واحدة، إحنا بس عندنا الحين موضوع دخول السيارات للملاك. أوكي. إن شاء الله إحنا مجتهدين في هذا الموضوع، وإخواننا نشكرهم وزارة الداخلية والمسؤولين على هذا، إنه قاعدين نسهل إنه يكون إن شاء الله لكل مالك، لكل عزبة مالك مشارك، إنه يكون له إن شاء الله من سيارة إلى سيارتين. ممتاز. إيه نعم، يدش عن طريق المركز. اللي هي السيارة الشخصية. الشخصية. ممتاز. إيه نعم. يعني من سيارة لسيارتين. من سيارة لسيارتين. على حسب العدد ولا مفتوحة؟ ما لا مفتوحة، لكنه بس بيكون من يعني ما نقول إحنا سيارتين أكيد، بس سيارة أكيد واحدة أكيد بيروح يدخل فيها عشان يدخل لش اسمه للميدان الشحانية. ممتاز. وميدان الشحانية يا جماعة بس يكون واضح للإخوان المشاركين، اللي بيدش في مهرجان المؤسس هنا اللي ما عنده بطاقة هي ما يقدر ترى ينزل الدوحة، لأن في مناطق فيها نقاط تاكسس نعم أمنية تمنع أنك تكون تروح في فترة الازدحام في للمباريات أو في البلد داخل، لأن البلد داخل بتكون مزحومة وفيها مهرجانات وفيها كأس العالم، وتعرفون كأس العالم أعداد كبيرة. فاللي بيجونا من أهل الهجن
يتقيدون انهم يكونوا موجودين هنا، واللي عنده بطاقه هيا يقدر ينزل الدوحه. صحيح. حد عنده سؤال؟ قول عند ابو محمد. بيض الله وجهكم ابو محمد. وجهك ابيض يا ابو علي. كل سنه جايبين علوم طيبه وتسهيلات لاهل البلد. والله غريب عليكم، لا انتم ولا اخوانكم في الجهات المسؤوله في الدوله. ابو محمد، بس مساله التصريح، هل التصريح هذا بيكون دام لكل المهرجانات اللي بيشاركون في المهرجان ولا بس فقط بس المؤسس؟ المهرجان المؤسس، على المؤسس، مؤسس والخامس، لانه يعني يتزامن طيب. مع كاس العالم، مع المباريات كاس العالم. التصريح تاريخ، هل في تاريخ معين للتصريح؟ مثل اليوم قدمت دخول مره واحده، تبي تقعد يعني؟ بلا، التصريح له وقت معين لازم تدخل فيه ولا مفتوح؟ لا خلاص، التصريح هذا اللي معك لي لما حق مهرجان عندك، متى ما بغيت تدخل ادخل. سواء كان للتمهيدي الخامس او للمؤسس. لكن الشخصيه، تفضل. السياره الشخصيه محدده على البيان؟ كل بيان سياره او سيارتين ولا على؟ لا، على المالك. البيان المالك لا، سياره واحده المالك. اللي مالك العزبه، مالك الهجن هذا، لا سياره واحده لتصريح باسمه. اي، لتصريح باسمه. تفضل. اول شيء بيض الله وجهكم على التنسيق والترتيب وتوضيح صراحه الموضوع من بداية الموسم، هذا شيء طيب. سؤال الحين للمالك القطري اللي مثلا بيحمل يركض وبيرجع، هل تصريحه اللي راح ياخذه راح ياخذ ذهاب وعودة ولا في العودة ياخذ تصريح؟ القطري؟ نعم. القطري ما له تصريح. أتكلم عن السيارات، أحيانا ما تكون سيارة قطرية اللي تشيل الحلال. لا لا لا، القطري هجن القطري رايحة ببرنت قطري رايحة. أقصد دخول السيارة. دخول السيارة ما لها علاقة السيارة، ما لها علاقة، لأن السيارة اللي محملة الهجن البرنت اللي رايحة فيه هجن قطري. ومش على السيارة، على المالك. المالك قطري. أنا ما أتكلم عن السائق والسيارة، السيارة مستأجرة. ما لنا علاقة في السيارة إحنا. هم يتعاملون مع الهجن. إحنا الحين نعطيك تصريح، مثل اللي راحوا الطائف، إخواننا اللي راحوا الطائف. تصريح خروج وعودة. لا، التصريح في أعداد محددة محمد، مثلا على حسب، على حسب خمس عمال، على حسب. لا بس واضح الكلام هذا. أنا أتكلم أحيانا عن أتكلم عن المالك قطري والحلال، يعني هو يتكلم عن السيارة اللي بتنقل. السيارة بتنقل، السيارة تنقل، إحنا نعطيه تصريحه هو كيف مع رأي السيارة. زين، بس هذا رأي السيارة يا مبارك ما يدخل بالدوحة إلا بتصريح. هو بيعطينا اشياء، قلت لك انا مساعة. لازم انا قلت يعطيك بطاقه ملكيه السياره، احنا نعمل تصريح على ملكيه السياره. يعني السياره اللي بتوديك لازم هي السياره تردك. اللي رايحه اللي جايه يجيب لها واحده ثانيه. يعني الرجال الحين مثلا انا بستاجر سياره من السيارات اللي تستاجر. نعم صحيح. سياره النقل. من وين تستاجرها؟ انا بستاجرها من ميدان الامارات مثلا. طيب. على سبيل المثال انا مشارك في الامارات وبرجع من ميدان الشحن. طريق محمد. انا مالك طريق وعندي تصريح يعطيني خروج ودخول الحلال. السيارة بس الكلام على السياره والسائق. يرسل بطاقه، لازم ارسل بيانات عشان يطلع له تصريح دخول المركز. بس هاي وضحت الرؤيه. بس نقول بيض الله وجهك يا محمد، وعسى اعماركم طويله. وجهك ابيض. التنظيم، التنسيق مسبق، التنظيم جدا جميل. انا بالنسبه لي اشوف اجراءات الدخول لاخواننا من دول المجلس في المحل الخامس وفي مهرجان المؤسس سهله جدا. عليك بس ترسل بياناتك للمشاركه ومرحبا ومسهلا، اركب سيارتك وحياك الله، سواء كان على مع المراكز من البر ولا من الجوف. نقول بيض الله وجهكم على دعمكم المتواصل، على تسهيلكم لكثير من الامور، وكذلك على ايضا التغييرات اللي تعودنا عليها في كل بس كل ما انطلاق محل. نعم، كل ما ارسلوا بياناتهم بدري بعد ما نخاطب يكون افضل، حتى قبل المهرجان بشهر لو ارسله يكون اريح له. اي، ما عنده مشكله، ما عنده مشكله، عشان ما يحط نفسه في وقت محرج لنا وله، وانه يعيق من دخوله مره ثانيه. محمد ولا تهون، بعد الاسئله كثرت شوي الان، طال عمرك بعض الملاك مثلا راح يشارك في الميدان، الميادين الخارج الخليجيه، واشترى له مطيه، انت ماخذ تصريح منه بحلاله يروح يشاركه ويعود. باع مثلا ولا اشترى له مطيه ولا يرسل شيء. بياناتها، البيانات هذه الجديده في حال شراء مثلا مطيه جديده، انت تجيب لي نقل ملكيه مطيتك. ايوه، اللي انت شريتها. نعم، تجيب نقل ملكيتها، ادخلها في السيستم هنا باسمك في برنتك، واعطيك تصريح عليها، واعطيك تصريح دخول عليها. نعم، والمطيه اللي طلعت ما تحاسب عليها، ما لها حساب. ابو ثامر، الجماعه ما قصروا. اي والله، اللجنه ما قصروا، بيض الله وجهه. لكن هذا حق هل الهجن على اللجنه، نشوف انه من وجهه نظرنا انهم ما قصروا، قدموا جميع التسهيلات، لكن للجنه حق على هاللجن، المفروض انهم يلتزمون بالمواعيد المحدده. صحيح، يلتزمون بالوقت المطلوب، لا يقعد راعي الهجن طال عمرك قاعد والجماعه منبهين من الحين قبل التصاريح هذه بشهرين، ويقعد لين اخر يوم يجي والله يكلم المسؤول. هذا الموضوع اللي صراحه المهم، يعني صراحه صح. سمعت يعني يحرج نفسه ويحرج اللجان ويحرج المسؤولين. اللجان طال عمرك، اللجان الحين، اللجنه منظمه سباقات الهجن تمثل اهل الهجن عند الجهات المسؤوله،
يعني لو ما الرجال هذول طالبوا ووضحوا صحيح ما كان جات التسهيلات هذه كلها، لكن حقهم علينا كملاك هجن نحن نتعاون معهم، نحط يدينا بيديهم ونمشي بحسب الاجراءات الموجوده. بيض الله وجهك. لا نتاخر عليهم ونلتزم بالمواعيد، علشان لو بغت اللجنه في مرات جايه ان شاء الله مناسبات جايه بغت تسهيلات لهاللجنه تحصلها. نعم. استفسار بسيط بس على النقطه هذه. تفضل ابو محمد. الحين انا مشارك خليجي وعارف اني راح اشارك في المحل الخامس وبشارك في مهرجان المؤسس، هل اقدر تنظيميا اقدم على الاتحاد على تصريحين، تصريح حق اني احضر فيه؟ لا واحد يعطيك تصريح. واحد يعطيك اياه تصريح واحد. اي نعم. ان جلست لين المؤسس هو موجود عندك وان خرجت تقدم لي مره ثانيه يعني التصريح مره واحده. تصريح ما يتاخر. اكسس دخول المره واحده بس. تصريح ما يتاخر. والجماعه الله يجزاهم خير متعاونين، لكن احنا بعد لو جيت المركز تحصل اسمك وبياناتك وبيانات عمالك كلهم موجوده في المركز في المنفذ، بس من يوم تقدم جوازاتك تعين تصريحك قدامك صحيح. يعني احنا طبعا داهمنا الوقت فيما يخص الاسئله فيما يخص الدخول وكذا، واتوقع ان النقاط كلها واضحه لمشاهدينا ومستمعينا الكرام، لكن في بعض الاسئله يمكن فيه سؤال استثنائي من اخونا علي بالنسبه لاشواط السودانيات تم الغائها. نعم من العام معلنين عنها من السنه اللي فاتت. من العام. نعم. من العام تم الغائها، لذلك ما راح يكون في اشواط للسودانيات. احنا طبعا ما حطينا الهاشتاج في بدايه البرنامج، وذلك لان الاسئله راح تكون كثيره من المحللين، وايضا نستوضح النقاط بشكل رئيسي لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. وبرنامج الرئيس مستمر معكم كل يوم احد، لذلك كل المواضيع اللي راح تطرح على الهاشتاج راح يتم نقاشها باذن الله في الحلقات القادمه. شكرا لابو محمد مبارك بن محمد النعيمي مدير اداره السباقات والانشطه على حضورك معنا في اول حلقه وتلبيتك للدعوه وتوضيحك ايضا مثل هذه النقاط المهمه، سواء كان على مستوى المهرجانات التي تقام او المحليات، وايضا على مستوى مهرجان المؤسس وكذلك دخول المشاركين في هذه المهرجانات. بيض الله وجهك ابو محمد. وجهك أبيض. هذا واجبنا في اللجنة منظمة صفقة الهجن أن نقوم بدورنا لخدمة إخواننا الملاك والمضمرين. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهكم. إذا مشاهدين الكرام راح ننتقل إلى فاصل، ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى معنا في سياق أولى حلقات برنامجكم برنامج الرئيس. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. طبعا انا اعتذر من الاخوان اللي ارسلونا على الهاشتاج بعض الاسئله ما قدرنا نطرحها. حلقه توضيحيه لانطلاق المهرجانات هنا في ميدان الشحانيه، حلقه توضيحيه ايضا للتسعيرات للجوائز والعينيه وكذلك الجوائز النقديه، ايضا حلقه وضحنا فيها كيفيه الدخول فيما يخص أهل الهجن وتزامنا مع انطلاق كأس العالم. كثير التساؤلات على هذا الموضوع، أتوقع أن الأمور واضحة. هو اتفاق بين جميع اللجان في دول المجلس لإرسال بيانات المشاركين، وهناك استثناء لبعض الحالات للمشاركة أيضا في التمهيدي الخامس وكذلك في مهرجان المؤسس، فنتمنى التوفيق للجميع. طبعا ايضا في من بعض المعلومات يمكن نتطرق لها فهد، اللي هو الدوره الجديده راح تكون في الكرعانه راح يبدا عليها الشغل اتوقع من 2023 1/1/2023 نفس ما ذكر، وهذا ايضا يعتبر دعم اخر لملاك هذه الرياضه، تحتاج لها وقت من الزمن تكون جاهزه وعلى الاستعداد التام للانطلاق. ايش تقول؟ اقول دوره 8 و6 و4 ودوره 3 للحشوان. دورة الثلاثة الحجوان نفس النظام المعمول فيه في ميدان الشحن، هذه راح تكون في الكرعانة. نعم. أتوقع أن موقع أيضا مناسب الحقيقة
يخدم 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 ملاك الهجن اكيد ويخدم ايضا ملاك الهجن ويخفف الضغط على على ميدان الشحن رب 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 بعض المحليه يروح هناك يحط الحزب هناك ولا احد يجينا هو سال انت ما شاركت في المحلي اللي طاف مالك لو انا قمت اترقب لبعض اخوي انا ما ريت من الموت ناموس يا استاذ مبارك خذيت المركز الاول عندك قعود خذ المركز الاول صحيح ناموس وشو قعود من الانتاج حصل على المركز الاول انتاج. في الشوط الاول ما شاء الله في الشوط الرئيسي إينا. والله الناموس تستاهل سالم لك مشاركات حاولت لكن اتوقع انها تحضيريه ارقام فهد نفس الحاله تحضيريه لا ما شاركت نهائيا يقول حمد انك شاركت خيط مركز الرابع هم هل تحضيريه لا حمد مغلط مغلط نعم. معلوماتك مو صحيحه فهد المهندي نرد مسنحهم كلهم مسنحهم لا من اللي شارك ومن اللي ما شارك الحين عطني ابن ترحيب خذ الاول الشوط الاول السندوانه سنوات شارك شارك ايوه مع 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 الناس الطيبين عاد ورا ما رقب اي بعد مطيحه بعد جاي طيب فهد المهندي فهد مبارك بعد رفيق اللي هيت يبر عليه في نفس الشوط وزانه وزانه ابن حباب حصل المركز الثاني ابن حباب شوف النظره لا ابن حباب خذ المركز الثاني ابن حباب الناموس اطلب الشوط اللي شارك فيه ابو علي اليوم لا بس علمنا هو يعني ايش خذا شارك في شوط بس ما ابغى خليه يعلمكم بالشوط ولا رقم ما اقدر اتكلم طيب احنا طبعا هذا طبعا هم كلهم شدني عند كيلو واحد متعدين احنا عند كيلو واحد هو ما شاء الله عند كيلو واحد متعدينا ما شاء الله تبارك الله طبعا هم كلهم ما شاء الله تبارك الله يشاركون وعندهم مشاركاتهم ومساهماتهم فنتمنى لهم التوفيق خلونا بس عشان الوقت فعلا داهمنا بالنسبه لما يخص الأشواط اللي انطلقت بالأمس وكذلك أشواط اليوم نتعرف بس على السباق المحلي وأبرز الأشواط في هذا المحلي أعطونا بيانات السباق المحلي الأول منتجتنا العزيزة طبعا السباق المحلي الأول من 10 إلى 19 سبتمبر متواصل 10 أيام تقريبا أو 9 أيام أشواط 10 أيام أشواط صباحية على مدى 10 أيام الانطلاقة صباحا تكون في تمام الساعة 5:30 صباحا المسافات 2-4-5 لقايا حقايق لقايا جذع 2-4-4 لا 2-4-5 2-4-5 حقايق لقايا جذع بس ثنايا حيل كلها عشر كلها من إيه من 5 لا شيء من 2 وشيء من 3 4 وشيء من 5 شيء من 5 انا اتكلم على السن الكبير من 5 من 5 نعم من 5 اذا هذا فيما يخص الاشواط المحليه اول الانطلاقه لاول الاشواط مع انطلاقه هذا الموسم الاستثنائي كان مع شوط الحقائق بكار الأشواط المفتوحة ومع نسرين المملوكة لسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود الثاني واللي ضمرها حمد بن محمد الجرحب توقيتها الزمني 3:12 فهد بن حباب أولا نعد على الاسم نسرية وليست نسرين صحيح نسرية فبداية نهنئ مالك نسرية سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن ثاني والسلامات تذهب إلى منطقة لوكير وهذه المنطقة الجنوبية الشرقية في البلاد ما شاء الله صراحة شفنا هذا الشعار تميز واتهنا كذلك موصولة إلى المضمر الداب حمد محمد بن جرحب على هذا الإنجاز الغير مستغرب شفنا ما شاء الله كان أداءها جدا متميز وتوقيتها كذلك طيب على الرغم من وجود المنافسة من هجن إنتاج أم الزبار مع سديم إلا أن نسرية صاحبة الشوط وصاحبة هذا دائما نشوف هذا الشعار ما يتميز في أشواط الإنتاج وأشواط المشاركات لأصحاب السمو الشيوخ وحب ألفت الانتباه يعني أنه بعد كذلك حصلوا على الشوط الثالث مع شيخ خليل بنفس المالك ونفس المضمر يستاهلون إذا تهانينا والناموس لسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود الثاني على هذا الإنجاز مع نسرية ومع أول الأشواط لسن الحقائق المسافة 2 كيلو متر أسد لهجن سيح السلم أيضا شارك ليظفر بناموس الشوط الثاني فيما يخص المجمل العام وفيما يخص القعدان الشوط الأول مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي توقيت أسد 2:55-84 جزء من الثانية هذا هو توقيت أسد لهجن سيح السلم في البداية نهني القائمين على هجن سيح السلم وكذلك المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي على ما قدم على ما قدموه في هذا الشوط شفنا في مقدمة الشوط هجن المرقاب كانت مسيطرة على مقدمة الشوط
ولكن في الأمتار الأخيرة شفنا لحوق من أسد لهجنة سيح السلم وحضوره وانتزاعه المركز الأول. كذلك نهني المركز الثاني هجن المرقاب وهجن إنتاج أم الزبار. توقيت زمني مميز 2:55. أسد ينحدر من سلالة مغامر للشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه من زمول المنتجة. نعم أتمنى لهم التوفيق. طبعا توقيته أفضل توقيت على مستوى أشواط اليوم الأول. اليوم الأول 2:55 يعتبر توقيت مميز. لقاء مع سالم بن سعيد الزرعي يتكلم عن الأسد. مش سلالة الأسد اللي حضر سلالة الأسد من مقامر من إنتاج مؤسسة هجن سيح السلم. بداية الموسم وأول أول سباق يقام في الموسم يفوز الأسد، أكيد هذا الفوز ما جاء من فراغ، أتى بتحضير واستعدادات. كيف كانت استعداداتك؟ والله الحمد لله مستعدين وهذا توفيق من الله. والله مقيدنا في الإمارات. مقيد في متى وصلت قبل الركض؟ قبل كم يوم؟ تقريبا بخمس أيام. نعم. هل تشوف أن الانتقال من ميدان إلى ميدان في خلال خمسة أيام أنه يساهم في تجهيز الهجن؟ والله يا ابو براكم تكون توفيق اول شيء من الله، ويوم الحلال متقبل ما عليه، والسبوق يوم عندك سبوق ما تفكر في شيء. نعم. كم نقطه اخذت اليوم؟ والله سجلنا 6 نقاط الحمد لله ان شاء الله تبارك الله. بدايه مع الاسد. اي نعم بدايه مع الاسد وخيار باقي الحلال كله ناقص. اذا انتهينا لمالك الاسد احمد بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الإنجاز، وكذلك على أفضل توقيت يسجل على مستوى أشواط الفترة الصباحية. الشوط شوط حقائق بكار، لكن قبل ما نروح للشوط خلونا نعرف إيش معنى شخاليل. سالم. والله أنا حسن أنا قرأتها شخاليل. لا شخاليل. طيب حمد. شخاليل يمكنها يعني وصف أو من سمات الليالي. من سمات الليالي ألف أبو علي. لا والله صادق علق خليني بثقفكم شوي. أنت خلي الجوال بهذا المندي خلي الجوال شايفك. هي ليلة بس لها وصف معين. لا ما عليك اللي أعطاك المعلومة مو بصحيح فهد. دام طال عمرك بن جارحة عندنا ومضمرها طال عمرك بن عمه ما أعطانا الإجابة. يفترض أنه يعرف الإجابة. يفترض أنه يكون طيب أقرب واحد. طيب فهد خليه يعطينا شخاليل. فهد أنت كذا ممتاز قال ما أعرف على طول. مبارك. أنا لا قلت بيعرفون ما بيعرف بيعرف من بن جارحة. بعد ممتاز. طبعا هو صوت نزول الماء على الصخور، وأيضا يقال أنه صوت حلب الناقة. صوت حلب الناقة أو صوت نزول الماء على الصخر وما يحدث. هذاك شخب. لا 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 مو بشخب. بعد يقولون عنه صوت حلب الناقة. اسمع شوف بقول لك. أو الصوت اللي ينزل من خرير الماء على الصخور يحدث صوت في هذا الجانب. معه نعم. أنت معه تبي تسلم. لا كلامه صحيح. تبي طيب. تسلم. كلامي صحيح وعندك الشوط يا سالم السندوانة. خلونا نشوف شوط شخاليل المملوكة لسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن أيضا بن سعود مثل ما ذكر فهد. حقت أيضا الشوط الأول مع النسرية ومضمرها حمد بن محمد بن جرحة. بنقول بيض الله وجهك يا أبو محمد على هذا الإنجاز المتواصل. توقيتها سالم السندوانة 2:58 10 ثواني. نهني الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود الثاني على فوز شخاليل وتحقيق النقطة الثانية. الشعار هذا من العام الماضي له حضور قوي في الميدان. نهني المضمر حمد محمد الجرحب على محافظته على مستوى الحلال من العام الماضي، والسنة هاي طلع بعد بحلال أطيب من اللي شفناه العام الماضي. يحسب للمالك والمضمر تركيزهم واهتمامهم في العزبة بلا شك، وتقديم نوعيات جديدة في 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 الميدان. صدقت يا سندوانة، والحقيقة حمد بن محمد بن جرحب ظهور مميز مع انطلاقة هذا الموسم. نقول فالك التوفيق يا أبو محمد بإذن الله في الأيام القادمة. أنت عمه ولا خالة؟ أنا خالة ونعم بك وبه عليك زود وبالسامعين ومتابعي ومتابعينا الكرام. خلونا نشوف هذا اللقاء مع عبد الرحمن الجرحب. لو تعطينا أبو محمد سلالة نسرية اللي فازت بالشوط المفتوح، وكذلك سلالة شيخ خليل اللي فازت بالإنتاج. نسرية هي بيها مدوخة العبيد وأمها مهجنة، وشيخ خليل من إنتاج الشيخ أمها وبيها من إنتاج الشيخ. إن شاء الله تبارك الله. استعداد سلالة. استعدادكم كان طيب، وهذا الدليل على تميز الهجن. كيف استعديتوا لهذا الموسم؟ الحمد لله هذا توفيق من الله سبحانه، والهجن اللي خلصنا على هذا اللي احنا نبغيه ان شاء الله تبارك الله. لكن بدايه الموسم والفوز فيه اكيد يرفع المعنويه ويعطيكم ان شاء الله فالخير. اكيد اكيد وبشر بالخير ان شاء الله.
طبعا نقول الناموس لعبد الرحمن بن جرح. احنا نضحك على ابو علي الله يجزاه خير يوم سالناه قلنا ايش معنى شيخ خليل، قال الليل وقاعد يوصف لان الليل والوصف بعيد عن المعنى. والله طول شوي كان يجيب لكم بيت شعر زين لكن ما عرضت المجال. الليله استثنائيه لكن هو الماء الصافي اللي بين الحجر. نعم مثل ما قلنا الماء الصافي اللي بين الحجر اللي تبيه ابو علي. عندكم صوت الماء؟ نعم هو صوت الماء او ما يحدث من صوت الماء من خرير الماء على الصخور. عموما المحروس هجن الغرافة، شعار الغرفاوي شعار معروف دائما ما يحضر فيه الأشواط الرئيسية، حضر ليظفر بناموس هذا الشوط ومع أيضا المضمر المعروف سالم بن عامر المدهوشي. توقيت المحروس 3:64 جزء من الثانية. تهنينا والناموس لمالك هذا الشعار سعد الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، نقول تستاهل الناموس يا أبو عبد الله وفالك دائما وأبدا التوفيق. مبارك التهنئة والناموس. عيدوا لنا الشوط مرة ثانية الشوط المحروس هجن الغرافة وكذلك سالم بن عامر المدهوشي المحروس. شفنا من يعني هذا الشوط من أقوى الأشواط كمنافسة ليلة الأمتار الأخيرة بين المحروس وبين عز مملوك سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، كذلك الناموس للناموس المضمر حمد بن طالب بن عمارة. نشوف المحروس اللي هو إنتاج الشيخ حمد بن جاسم هجن الغرافة. نعم. أبوه الوسمي من إنتاج الشيخ، أبوه من الإنتاج هو من الإنتاج، فنتقدم له بالتهنئة والناموس. وكان شوط استثنائي شوط رئيسي من الإنتاج، وكذلك هجن إنتاج أم الزبار. فالنوعيات هذه في الأشواط الرئيسية لازم حنا نشوفها بين ثلاث مؤسسات كبار يدعمون الإنتاج والمنتجين، فنتقدم لهم بالتهنئة والناموس يستاهلون. طيب نتابع هذا اللقاء مع تفضل ابو احب بارك. احب اشير الى نقطه على انتاج الوسمي. أيه؟ احنا بدايه نهنى هجن الغرافه ومالكها سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل اللي نمسيه بالخير من هذا المنبر. احنا شفنا البعير هذا اول انتاجه في هذا الموسم في سن الحقائق، ينحدر هذا البعير من سلاله الوسمي ومن الام السكرانه المملوكه لسعاده الشيخ حمد بن جاسم. البعير ما طول في الركض، يمكن في سن اللقايه وفي سن الجذاع تم اعتزاله. أول حشوانة في هذا الموسم شفنا ما شاء الله في أول مشاركة حققا 3 نقاط من إنتاجه لنفس المالك. هو شو اسمه البعير الوسمي؟ البعير اسمه الوسمي ما شاء الله، ينحدر من سلالة الوسمي ولد هملول ما شاء الله تبارك الله. فنهني هجن الغرافة على امتلاك هذا النوعية المميزة من الإنتاج اللي ما شاء الله دعم العزبة بالإنتاج المميز. بيض الله وجيهم ويستاهل أبو عبد الله. وهجن الغرافة أو الشعار الغرفاوي شعار غني عن التعريف، حقق العديد من الإنجازات. وسالم بن عامر المدهوشي أيضا رقم صعب في عالم التضمير واسم يستحق كل الشكر والتقدير على ما يقدم من منافسة وقوة وندية من خلال المشاركة بهذا الشعار الغرفاوي. سالم بن عامر المدهوشي لقاء ومن ثم النتائج. مش سلالة المحروس؟ المحروس الله يسلمك سلالته الوسمي انتاجنا ود الوسمي الشيب. اليوم شاهدنا الشعار الغرفاوي أبدع في أكثر الأشواط، خدتوا كم شوط نافستوا ثاني ثالث ما شاء الله متميزين مع بداية الموسم كعادة هذا الشعار. الحمد لله رب العالمين طال عمرك. هذا إنتاج الوسمي السنة أول إنتاجه، وتقريبا كل اللي سبقن من إنتاج الوسمي واللي منافسن مميز إنتاج الوسمي ما شاء الله. الحمد لله الوسمي شوط رئيسي ونافستوا في أكثر الأشواط. والله يا أبو بريك الوسمي هاقين فيه هاق، ومن يوم أدبنا مخلين الإنتاج لأنه ناقة هم منتج، وإن شاء الله إنه طال عمرك الله يقعد فيه بريك. وناموس الإنتاج غير بعد؟ أكيد الإنتاج غير، لأنك طالما تكون أنت منتج فرحة الإنتاج تكون أحسن. أبو عامر أنت كأحد الخبراء وكبار المضمرين كيف شفت بداية الموسم؟ هو الموسم طال عمرك السنة غير بكثرة المشاركين والأعداد، وتعرف طول الله عمر الشوه داعم من الركض في قطر وخارج قطر. أكيد الموسم قوي وتوقيتات سجلت فيه. أكيد أن المهرجان الموسم بيكون قوي، احنا شفنا أعداد اليوم زحمة من شوخ ومن جماعة. نعم. والتسجيل كله زحمة فوق 50 الأشواط الحقائق واللقايق ما شاء الله. ولا يسبق إلا السبوق أكيد محمد. شوف إذا كانت عندك سبوق بتحصلها منافسة بالثلاث اللوائل، تعرف أنه عندك سبوق مطية سبوق.
تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأشواط مع التمنيات دائما وأبدا بالتوفيق لمن لم يحرفهم الحظ. طبعا المسافة 2 كيلو هي المسافة المعتمدة مع انطلاقة المحلي الأول دائما. أشواط عامة، أشواط إنتاج راح نتطرق لها الآن فيما يخص الشحانية المملوكة لعلي بن راشد بن محمد بن محسن آل نديلة. نقول الناموس يا أبو راشد توقيتها 2:59 92 جزء من الثانية، إذا دقيقتين و59 ثانية و92 جزء من الثانية. لقاء الحضور كان استثنائي ومميز للشحانية فهد المهندي. الحمد لله، نتمنى التوفيق إن شاء الله لأخوان المشاركين، ونحن بنهني والنومس لأخوي علي بن راشد محمد بن محسن بن نديلة وأخوانه على انتزاع الشحانية المركز الأول في الشوط الرئيسي. نهنيهم الناموس، والشحانية قدمت عرض رائع للأمانة، شفناه أداءها استثنائي، وشحانية من إنتاج عزبة علي بن راشد بن نديلة اللي نهنيهم الناموس. حضورها كان مميز، شفنا الفارق اللي بينها وبين المشاركين. صحيح، توقيتها 2:59. العام الماضي كان هذا الشوط 3:33 3:33 عند مبشرة لشبيب محمد النعيمي. نشوف شبيب حصل المركز الثالث، وكذلك نهني صالح محمد بشريده وصيف هذا الشوط، وشبيب محمد النعيمي يستاهلون. شفنا حضور الشحانية، حضور قوي، وكان توقيتها مميز، كسرت حاجز الثلاث في أول أشواط شوط ضغط، وتنحدر من سلالة شاهين بعير علي بن راشد بن محسن ما شاء الله إنتاجه عنده ما شاء الله ما شاء الله. لقاء مع عبد الهادي بن محمد بن ديلة يتحدث عن هذا الإنجاز للشحانية من خلال مشاركتها في أشواط الإنتاج، الأشواط أيضا العامة. محمد وش سلالتها؟ سلالتها بشاهين الوبرة ولم بالإنتاج مهجرة. نعم، سبقت الشوط الأول الله يبارك فيها، وأشوف البكرة كانها فيها إصابة مشيش أو شيء من الكلام هذا. راح ما كان نقول نركضها الدور ذا، لكن فكيناها وعلى الله عليها مشيش. نعم، المشيش توقع أنه يأثر على أداء المطية؟ بالله يأثر. نعم، يأثر جدا، يأخذ من استعدادها، يأخذ من سبقها نعم. كيف استعديت أبو محمد لبداية الموسم؟ والله مستعدين على قدم وسال. نعم والله. شاركت شيء اليوم غير الشحانية؟ ركضنا بكرة وجاء الثالث ما شاء الله، يعني حلال اليوم في دائرة المنافسة الحمد لله. إذن تهانينا مرة أخرى لعلي بن راشد ولعبد الهادي بن محمد بن نديلة على حصول الشحانية على أول أشواط الإنتاج. الأسد المبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري يقتنص أيضا الشوط الرئيسي في أشواط الإنتاج. وللعلم الأسد في أشواط أصحاب السمو السعادة الشيوخ هو من اقتنص الشوط الثاني، وكذلك الأسد يقتنص الشوط الثاني أيضا في الأشواط العامة أشواط الإنتاج. ما راح أوجه لك السؤال يا مبارك، بوجهه الحمد بن جرحب. حمد، حضور مميز للأسد المملوك لمبارك بن حمد. والله بركة مالكه موجود، لكن احنا نجيب الكلام من وجهي للسؤال. نعم ما يحتاج، الله يجيكم. يستاهلون الربع، يستاهل والد حمد بن ترحيب، يستاهل خير وانجاله الكرام وكل جماهير هذا الشهر. الشوط هذا ما يقل اهميه على الشوط اللي سبقته، اللي محط اهتمام الملاك، ودهم يعرفون ابرز القعدان واقواها. والشهر هذا يملك انتاج نوعيات ممتازه، يملك الركاب الطيبه اللي منها ابو القعود، هذا هو العقاب. العقاب ايوه، عقاب شفنا طلع نوعيات تاخذ الرموز. صحيح، والأسد إن شاء الله مؤشر طيب، والربع يستاهلون كل خير بالإضافة إلى النوعية الطيبة، ويستاهلون الربع كله بإذن الله. من إنتاجكم مبارك أول مشاركة له؟ أول شارك وهو مفروض ولا؟ إيه، شارك اشتراكين وسبق، وهذا اشتراك له ما شاء الله، وسبق في اثنين سبق واثنين ما شاء الله تبارك الله. طبعا أكيد هذا بتخلونه لأشواط الرموز إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. فالك التوفيق والله أبو حمد. موقع مع حلف أنا ومبارك، أنا ويا زام متفقين في. أنت كنت أنتو بن حباب دائما متفقين؟ لا 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 فيها هذول طبعا. أنا عقب ما شو بقول لك، أنت رحيب يوم بين هو رفيق اللي فايز يجيك الساعة والله لا اسمع لا 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 شوف اسمع سالم بيك بيتي منه ومن يسمع هو طال عمرك مثل طال عمرك السؤال اللي كان موجه له عن المسمى الليل الليل يا ليل يا ليل. طيب عموما نقول التهاني والناموس لأخونا مبارك بن حمد بن ترحيب، وللوالد حمد بن ترحيب، ولجميع محبي
هذا الشعار. وكذلك عندنا لقاء مع أخونا رحيب بن حمد النايفة مضمر الأسد ونقول له الناموس، وأيضا نستعرض معكم النتائج نشوف اللقاء. دائما عزبة النايفة متميزة بالإنتاج، وبعض الألقاب سميت عزبتكم ملك الإنتاج. الله يرحم والديك، إنتاج والله يا أبو بريك طيب، وهذه حصيلته. إنتاجكم يزخر بالفحول وبالهجن الندر ما شاء الله تبارك. الحمد لله رب العالمين، عندنا عند غيرنا. نعم بيض الله وجهك. لو تعطينا سلالة الأسد. الأسد أبوها عقاب بنت رهيب ولد صوغان الخناجر وأمه من الإنتاج. أكيد هذا الفوز في بداية الموسم جاء من استعداد وعمل وجهد، كيف استعديت لبداية الموسم؟ والله الحمد لله رب العالمين، نقعد نبشر بالخير من أول تفاحيمه هو طيب الله يبارك فيه، مبشرنا بالخير. الله يوفقك، وبداية الغيث قطرة، وهذا احنا متفائلين وانتم في العزبة متفائلين، إن شاء الله نكون تفائل خير هذا الموسم. أبشر بالخير إن شاء الله. كبيرة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأشواط، 29 شوط، أشواط مزدحمة، دليل على الإقبال للمشاركة في هذا المهرجان. 2 كيلو ما يعتبر مقياس سالم السندوانة؟ مؤشر، لكن مؤشر ما هو مؤشر نفس المقياس يعني؟ مو مقياس لأنه مش المسافة المطلوبة منه. أنا أتكلم أنه ما يعطيك أنت حتى مالك المطية نفسه ما يعطيه مستوى الذلول المشاركة. كمستوى؟ أي. وجهة نظرك، عطني وجهة نظرك. أنا أقول لك إنه مؤشر. مؤشر. فهد. مؤشر. بن حباب. مؤشر. مؤشر. حمد. طيب بالله مؤشر. مبارك. نعم مؤشر. لأن أوكي. كل سن. المسافه اللي تقولي سن، انا احنا نعرف ان الحقائق من 4 كيلو. نعم الحين 2 اصبحت مؤشر، 3 مؤكد. اللي تسبق من 2 بتسبق من 3 وتسبق من 4. اللي بتسبق من 2 نعم بتسبق من 3 وبتسبق من 4. تأيد الكلام. نعم. هذا فهد. نعم ايدي بنسبه معينه. ايوه انا بالنسبه هذه. وش هي النسبه؟ بعض الحلال ممكن يسبق دفع من المسافه القريبه راح ويواصل وخذ الشوط، ولكن تلاحظه في الامتار الاخيره بدأ الحلال يقرب منه، يا يطوفه يا يسلم. يا يسلم. لكن إذا بعدت المسافة لا. بعض الحلال لحاق. يلحق. يلحق في الأمتار الأخيرة. في الأمتار صحيح. وبعض الحلال يقوم ويلحق عند الكيلومتر الأخير. وبعض الحلال لا يواصل. صح. يقوم يواصل. فهذه فيه نسب وفروقات معينة في الذلول. طيب. اللي يسبق من 4 يا أبو ثامر تحصل له سبق من 3 وله حضور من 2. مو بشرط يسبق من 2. مو بشرط لا مو بشرط اللي بيسبق طيب. اللي بيسبق أنا بيسبق. أنا أقول لكم مقياس خلاص سبق من 2 هو اللي بيسبق من 3 4 هذا اللي أنا بعطيك بس شيء فني. مسافة الكيلوين كل مضمر من البداية يكلم مطيته لأنها مسافة قصيرة، يعني كل طايع لها أوامر. مسافة الأربعة بتكون المطية دي اللي سبقت من 2 بيكون أريح لها، المسافة أطول. مو بشرط لا لا بيكون أصعب لها. لا سالفة فيها هجم 4 كيلو دبل المسافة. خليني بختصر العام الماضي واللي قبله المطية اللي سبقت من 2 بنطلع لك إحصائيات سبقت من 3 وسبقت من 4. لا لا لحظة يعني هي قاعدة أنت تشوفها سالم السبق تبين لك حتى لا أنا أتكلم لك أنت تقول العام واللي قبل العام اللي سبقت من 2 خلاص بتسبق في 3 وبتسبق في 4. أنت تشوفها قاعدة سالم السندوان. أنا أشوفها نعم قاعدة. مؤشر السوق. مؤشر. أنا أقول طال عمرك بعض الهجن تسبق من 2 وبتغيب. بتغيب. بتغيب مرة واحدة. السبب ما عاد تشوفها لا من 3 ولا من 4. ليه؟ مستواها كيلوي. كيلوي. هذا اللي أنا أقصده. إيه بقول لك لكن اللي بتسبق من 4 بتعينها في 3 لها اما سبق ولا منافسه وبتعينها من 2 هذا لا. اللي انا اقصد حمد بن جرحب لما وجهت لك السؤال قلت لك من 2 مؤشر قلت لي نعم مؤشر الان تناقضت لا مؤشر السبوق لانك سالت مؤشر السبوق طيب اذا عندي سبوق بعلمك لانك انت سالت سؤال مؤشر غير مؤشر بس اوكي انا اسال انا اقول مؤشر قال لي مؤشر الان يقول هو مؤشر للسبوق صح ولا لا؟ نعم. طيب هو بعد في نفس الوضع يقول اذا سبقت يمكن تغيب من 3 و4 شو راح في حاله مؤشر ما ذاك هزك ترى الحقه مو بشرط تاخذ الاول ولا ما هي بسبوق
راعي الحقه اللي اليوم اللي داخل تنفل خمس في المحلي هذا عنده امل ان البكره هذه انها بتطور يمكن تقدر راعي السياره ولا راعي الخمس اليوم شفت المحلي الحين الاول ذا كل راعي حقه دخلت في الخمس بعضهم حتى ما دخل في الخمس لكن عنده امل الحقه ذي بتتطور لان بكره وراها تاهيل الان انا مشاركتي انا اتكلم عن كيلو اثنين اي حلو انا ايش اقول لك معناها المشاركه في الكيلو اثنين هي تاهيل لكن مش مؤشر والله ان ذا الحقه ذي سبوك ولا ذا القعود سبوك لا اتوقع الثلاثه او الاربعه هي المؤشر الحقيقي بقول اللي يعطيك مستوى مقيتك شوف الرياضي طال عمرك دفع الملايين في المسافات اقل من كيلو سمعتوا عيونهم طلعوا لهم نوعيات ممتازه سبقت من اربعه فيها اقل من كيلو وش كيلو العام الماضي كيلو ونص العام الماضي في التمهيدي فريد قصدك سباق فريد اقل من كيلو العام الماضي في التمهيدي الاول معناها الكيلو ونص مؤشر والكيلوين مؤشر سبوك يبين اذا على اذا على يقول وجه العون يعرف فيلم هذا معني العام كراره هوالا مملوكه سعد الشيخ عزيز بن حمد انت تتكلم عن حالات استثنائيه لا بقول لك العام التمهيدي الاول خذ الشوط الرئيسيه وفي الختام خذ الشوط الرئيسيه مملوكه لمن؟ الشيخ عزيز بن حمد مخالد عبد العزيز بن حمد هاي نوعيات نادره نوعيات نادره ورجال يدفع على السبوك نعم ويدورها ادواره بس صاحبة الشوط الرئيسي العام الماضي العام الماضي صاحبة الشوط الرئيسي مميز وسبقت من اثنين وراحت من ثلاثه وراحت التسعير وبالاخص في السن الصغير معروف احنا قلنا مؤشر ولكن بنسب معينه انا معك انت 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 فهد وضحت انه بنسبه معينه صحيح قد يكون طعمك انها تتطور او تكون مستواها اقل من المطلوب طيب متى تعطيني المؤشر اللي 4 كيلو هي العلامه الفاصله لسن الحقه 4 كيلو ودائما التسعيرات في المهرجانات الرئيسيه في محلها والاسعار الأقيام العالية في الأربعة كيلو في الأربعة كيلو ننتقل إلى فاصل وبعدين نرجع نستكمل ما تبقى معنا من أشواط وكذلك بعض النقاط اللي راح نتحدث فيها مع ضيوفنا الكرام فاصل ونواصل حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل طبعا في الفاصل صار في مناوشات بين فهد بن حباب محمد بن جرحب على وجهات النظر في 2 كيلو 3 كيلو و 4 كيلو قلت احنا الوقت الان يداهمنا ما نقدر نفتح عشان ناخذ وجهات النظر كلها مع اني انا اميل مع وجهه نظر ابن حباب في مؤشرات الكيلو 2 وكذلك الكيلو ونص خلونا ننتقل الى الاشواط العامه انتقل الى تنبيه المملوكه لمحمد بن جر الله ابن ذروة المري حضرت وحضر معها الناموس الاستثنائي في مسار هذا الشوط قدمت عرض مميز توقيتها أيضا مميز دقيقتين 57-46 جزء من الثانية فهد يستاهل محمد بن جار الله بن ذروة البريدي على انتزاع تنبيه الشوط الأول مخصص لسن الحقائق في المحل الأول في ميدان الشحانية وكذلك التوقيت المميز دقيقتين وسبعة وخمسين ثانية شفنا منافسة قوية ما بين تنبيه وما بين غنادير مملوكة لسعيد بن سالم الجربوعي إلا أن تنبيه صاحبة الكلمة الأخيرة وصاحبة نبهت والبطلة المتوجة لهذا الشوط صحيح. فيستاهل هذا الشعار الغير مستقرب عليه المنافسات والتواجد دائما في الأشواط الأولى تنحدر مسألة من هي اللي لحقت ولا قاطع كلامك أبو كانت تقريبا عند اللوحة الكيلو متر الأخير في منافسة قوية ما بينها وما بين غنادير والله غنادير قوية كانت صاحبة الكلمة فيستاهل والبكرة هذه بعد من سلالة مميزة أبوها غزيلان الرئاسة ما شاء الله أعتقد المتواجد في ميدان تبوك فيستاهل ودائما يبذل الغالي والنفيس من أجل الحصول على مثل هذا الأشواط يستاهل تنبيه رقم صعب غنادير ما قصرت في مسار هذا الشوط لكن في النهاية الناموس
ذهب مع تنبيه، وكذلك مع غنادير اللي احتلت المركز الثاني بمنافسة قوية وحضور متميز، دليل على الاستعداد لمثل هذه المشاركة. لقاء مع جلالله بن محمد بن ذروة يتحدث عن تنبيه التي نبهت الجميع من خلال هذه المشاركة. محمد وش سلالتها؟ سلالتها بها غزيلان هجن الرئاسة ومهجنة ناموس في الشوط المفتوح مع بداية الموسم أكيد، فالخير لعزبة بن ذروة. سهل خير وعافية إن شاء الله، يقول إن شاء الله بإذن الله. طبعا أكيد أول موسم وسبقة الشوط الأول أكيد سبقتها غير طعم غير. المعنوية كيف؟ أكيد أنها عالية أبو بريك. أنت حمد بريدي؟ إذن تهانينا والناموس لمالك تنبيه. معلومة من فهد المهندي، ودائما فهد المهندي يقتنص لنا بعض المعلومات المهمة. العام الماضي في نفس هذا الشوط شاركت أيضا تحذير المملوكة المحمد بن جار الله بن ذروة المري، وكان توقيتها أيضا 2:55 وظفرت بهذا الشوط. بن ذروة تنبيه تحذير، اخذوا احتياطكم يا اهل الهجن، ونقول القادم وش هو يا ابن اي والله القادم وش هو رجل مقاتل وايضا باع وخبره طويله في هذا المجال، فنتمنى له دائما وابدا التوفيق هو واخوانه المشاركين. نيابه عن بن ذروه تحذير وتنبيه، المرحله الجايه تنويه. تنويه نعم من الان. فعلا التوفيق، وانا اتوقع انه بيسميها تنويه. عموما خلونا ننتقل الى اخر اشواط اليوم الحد. محمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي حضر وضع حد لهذا الشوط بانتزاعه الناموس، قدم عرض مميز ايضا توقيت مميز 2:52 ثانيه 14 جزء من الثانيه، توقيت استثنائي حمد بن جرحب من خلال هذه المشاركه. مبارك لمالك الحد محمد بن عبد الهادي بن جهمان بريدي على مستوى الحد. الحد يمكن ما ذاق طعم الهزيمه، يعتبر من الصفقات الرابعة اللي جابها محمد، يبارك له على القعود اللي جمع العلوم الطيبة، الشكل والركض. القعود هذا يمكن أنا متابع له أكثر من ركض في مركاض الصيف، في مركاض القمة كان مشاركاته بسيطة ومحسوبة، لكن قعود يعني أكثر متابعين لهذا القعود يراهنون عليه، وفعلا اليوم شفناه سجل توقيت. إذا سجلت المطية توقيت على مستوى الحقائق كلها، سواء كان الأشواط المفتوحة أو الأشواط العامة على يومين، افضل توقيت، هذا دليل ان النوعيه هذه نوعيه ممتازة. متفرده، نوعيه هاي نوعيه، هذا طيب جدا ما شاء الله تبارك الله. ابو هادي وعودونا دائما على النواميس العلوم الطيبه. طيب مرهب اللي خذ المركز الرابع، حد يعرف وش سلالته؟ في سؤال الشوط الرابع. اي لا والله ما ندري. اكيد اكيد النبيه مرهب ابن مهيره هو. نعم مهيره مرهب، ما عندنا يمكن معلومات واضحه لاخونا اللي سالنا عن مرهب، نقول ان شاء الله الحلقات الجايه نشوف ذلك السلالة إن شاء الله ونعطيك الأخبار. عموما خلونا نشوف هذا اللقاء مع جابر بن محمد البريدي، ونقول بيض الله وجيكم وتستهلون ناموس الحد، وكذلك نستعرض معكم النتائج. أبو محمد القعود سبق اليوم وفرق ما شاء الله تبارك الله، عطنا سلالة القعود. سلالة القعود بيه ولد ناصر المختبر. ولد ناصر. نعم. وأكيد أنك استعديت لهذا الموسم استعداد جيد. صحيح، القعود الله يبارك فيه ما ضاق طعم الهزيمة، ما عنده اشتراكين سبق، وعصافه بطانه ما ضربناه، والله يبارك فيه ما يصح الا صحيح يا ابو بريك. القعود الله يبارك فيه اركضناه اليوم وانجاز اليوم يعتبر دافع معنوي فقط للعزبه. هذا بس دليل على ان اتجاه العزبه واتجاه جهوزيه الحلال هي في المكان وفي الطريق الصحيح، وينتظر الحد محطات جايه ان شاء الله قويه واشواط رموز باذن الله. وفقك القعود اليوم بامكانه يسبق العصاف البطان. صحيح، اليوم دقنا عند 200 متر عرض. نعم الجماعه قالوا ان التيم يعني يمكن يخطر على 50، والحمد لله رب العالمين ما قصر القعود، وعنده ان شاء الله الجايه اقوى باذن الله. We'll be right back.
تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأشواط، مع تمنياتنا بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ. بن ذروة يراسل ابن حباب ويقول: تم يا ابن حباب، نسميها تنويه ونقول بيض الله وجهك يا ابن ذروة على متابعتك وعلى النواميس اللي حققتها من خلال المشاركات سواء كان العام ولا السنة هذه، ونقول دائما وابدا فالك التوفيق بإذن الله. ولكن ونقول إن شاء الله فالها فالختها بإذن الله، فالها فالختها. ولكن ابن جرحة بيقول مهي فائزة دام اللي سماها ابن حباب. لا عندي هذا من باب تجربة، وعندي رسالة لابن ذروة كان يبغي يحافظ. وين التجربة اللي انجربتها؟ اسمع، كان الرداد بن ذروة يبغي يحافظ على اللقب للسنة الثالثة على التوالي، يجنب اسم ابن حباب، ولا ترى ما هي بضاوية وخلي هو يذكرني بن طيب ذروة. وكان يعني سماها اسم طيب، وان كان هضوت انا اقول انا مجرب. انا اقول لك كان هضوت ها، نبي نعرف التجربة وش هي تجربة اكثر مرة يعطيني اسم. اذا الله احيانا واجتمعنا ان شاء الله الزمال جاي على خير ان شاء الله. سمعت طول الزمان طول قاعد حين الزمال جاي وبنت ماله. طيب الان انا بسال سؤال بس بثامر سلالة مرهب اي وصلتنا حسب ما وصلنا على كرار ام الزبار، على كرار مملوك لانتاج ام الزبار، على كرار سلالة مرهب، على كرار انتاج ام الزبار. هذا فيما يخص المعلومه اللي وصلت فهد المهند ابو علي، وحنا حريصين والله احنا نرد على كل الاسئله ونرد ايضا على كل اسئلتكم واستفساراتكم سواء كان على السلالات ولا على الاشواط ولا على بعض الانظمه، لكن يمكن اليوم ما تواصلنا معكم بالهاشتاج بحكم انها اول حلقه تعريفيه عن المحلي الاول وعن بعض الانظمه، فاخذت منا وقت اكثر. لو زادت الكيلوات أصبحت الحقائق من خمسة، احنا بنقول يكون هذا يشكل عليها عبء لأنها في سن صغير. سالم السندواني يقول أربعة أريح لها، أنا تجي على الراحة. لا لا لا، هي طال عمرك حاشي صغير. حلو، أنت العملية تبدأ دائما ستيب باي ستيب، كان خطوة بخطوة. حلو جميل. فأنت الآن لما تشاركها في سن المفاريد كم؟ من كيلو ومئتين ومن كيلو ونص. صحيح، في بداية الموسم تطلع معها الكيلوين. حلو، بعد ذلك ثلاثة. ما يتوسط الموسم في 3 كيلو، وبعدين الأربعة، وبعدين تطلع الأربعة كيلو. الأربعة كيلو مقنع جدا بصراحة للمسافة الخاصة في سن الحقائق، أنا أشوف أنها تبين السبوق، تبين المطية اللي تلحق، تبين طعمك المطية اللي تقوم متواصل، فالأربعة كافية لها في طيب. هذا العمر لما كانت الأشواط أشواط الثنايا مبارك أشواط الحيل عفوا كانت من 10 لما مضى، وكان في أسماء مميزة تظهر في المسافة، مسافة العشرة كيلومترات. الآن الثمانية تشوفها أنسب من العشرة، فيه القدرة والتحمل عشرة أيضا موجود، فيه 11 وفيه 11 الأنسب أنها يعني تقعد المسافة على نفس الرتم المحطوط أو تتغير. بالنسبة للحيل والزمول ما عنده، لو تركض من 11 ولا كان في حتى في الماراثون يركضون أكثر من 11 كيلو، فبالنسبه للحيل والزمول ما عندهم ما يشكل عبء على الناقه. اما بالنسبه للحاشي او الحقائق ففي بعد كذلك مطلب من الجماهير افضل راح يكون يعني يخدم السن هذا. الأربعة كيلو تكون في اشواط التسعيره او في اشواط المهرجانات. اما بالنسبه للتمهيديات حتى التمهيدي الاخير 3 كيلو فتره الصباحيه تكون 3 كيلو. طيب هذا طبعا يعني راجع للجنة، احنا يمكن حقيقة داهمنا الوقت. وصلني رسالة من ابن ذروة يقول: قل لبن جرحب دين ويميني إذا الله مد في العمر أن تضوي وكلامك على الرف. بإذن الله منا للسنة الجاية بإذن الله، ونشوف هذا الوعد اللي بديناه مع بداية هذا الموسم. وصلنا للختام، شكرا للفهد والفهد، شكرا للحمد والمبارك والسالم، ونترككم مع بعض الآراء مع انطلاقة المحلي الأول. تقبلوا مني ومن فريق العمل أجمل وأطيب تحية وإلى اللقاء. والله بداية الموسم بداية موفقة شاهدناها اليوم من خلال الأشواط اللي شاهدناها، أشواط مفتوحة كانت أشواط مميزة على ميدان الشحانية، وأيضا شاهدنا أشواط أبناء القبائل كانت أشواط قوية بالفعل، شاهدنا حضور مميز على ميدان الشحانية، وهذا مو بغريب، ميدان الشحانية من الميادين العريقة ومن الميادين الفخمة في منطقة الخليج، وشاهدنا اليوم بالفعل بداية موفقة، ونتمنى أن يكون موسم خير لملاك الهجن على أرضية ميدان التحدي. تابعنا حضور جماهيري فايق، شاهدنا أيضا حضور خليجي مميز سواء على أشواط الشيوخ أو أشواط الشعب، توقيتها الزمنية الثلاث وحاجز الثلاث انكسر مع بداية الموسم، كيف في نص الموسم في النهاية ختاميات راح يكون حضور قوي من البداية، والله يوفق الجميع إن شاء الله. والله ما إن شاء الله تبارك الله أعداد كبيرة وترتيب وقبال إن شاء الله قوي، أشوف إن شاء الله الموسم إذا أنه قوي إن شاء الله. الموسم مولع من البداية بالله مولعنا.
الموسم ينبأ على انه موسم قوي من البداية. اي والله ما شاء الله موسم ملاع، الحلال وارد والترتيب ما شاء الله تبارك الله، وعالم وجمهور حلال وارد واعداد غثيرة وتوقيتات حدث. والله بداية الموسم قوية جدا من ناحية مشاركات وكثرة اعداد حلال، واتيام تسجلت اليوم قوية كبداية موسم، واتوقع في الجايات بيكون حلال قوي وتوقيت قوية، ونتمنى التوفيق للجميع. بداية موفقة للجميع إن شاء الله، شفنا الأعداد، شفنا المنافسات، شفنا الشعارات، الكل حاضر بهذه المنافسات، الكل يود المشاركة في ميدان الشحنية من دول مجلس التعاون الخليجي، شفنا الشعارات مميزة أيضا حاضرة، شفنا الكل متواجد من أول يوم في هذا المحلي، وأشوف أعداد كبيرة، شعارات مميزة وأسماء، شفنا منافسة للحظات الأخيرة، شفنا نوعيات فريدة، نوعيات مميزة، وأيضا أشواط الإنتاج، شفنا هالإنتاج حاضرين بكل قوة من بداية الموسم. نتمنى التوفيق للكل إن شاء الله، للجميع المشاركين. انطلاقة جميلة لموسم جديد إن شاء الله، بحضور هذه الأعداد اللي شفتها، حضور أعداد من الخليج، وإن شاء الله إنه موسم حافل إن شاء الله النواميس وبالفرحات. نعم، أنا أشهد أبو بريك، والموسم بداية اليوم كانت بداية موفقة، ونتمنى التوفيق للجميع، وحنا نتنبأ بإذن الله بأنه يكون موسم قوي وحافل بالإنجازات، وبيكون تكون المنافسة فيه على أشد الرمق.